أشتغل في لف المحولات الكهربائية. في بداية حياتي تعلمت، روحت مكان كأشتغل كمساعد لحتى ما تعلمت الموضوع خطوة خطوة، بعد كده لحتى ما بقى ليا مكان خاص بيا لوحدي. وصلنا المحولات دي بتشتغل على الصب، التكييفات، مثبت الكهرباء، رفع وخفض الكهرباء، بتشتغل على أي بولتة من البولت اللي هي صبات والكلام ده. الخامات المستخدمة عبارة عن سلك نحاس مصري، بنشتغل بسلك نحاس مصري. الأول بنعمل بنلف الترانس ملف 220 اللي هو الكهرباء، بعد كده بنخلص بنلف الملف التاني اللي هو الفولت، 12 فولت، 18 فولت، 22 فولت. بعد كده بنبدأ نقشر الأطراف الداخلية بتاعت النحاس عشان لما نيجي أبتدي أخش الكهرباء ميبقاش في عازل. بعد كده بنركب الأطراف دي، وبعد كده بنقفل الصاج أو الحديد، وبعد كده خلاص بيبقى بالمنظر ده في الآخر. اتولدت عندي مشكلة في العمود الفقري، دخلت كذا عملية، بعد كده لحد الحمد لله مشيت على رجلي، والحمد لله رب العالمين. يعني الدنيا والدتي ست مريضة عندها تغسل كلى، وانا اللي بوديها، بصحى الساعة 5 الصبح بوديها المكان اللي بتغسل فيه، وبرجع افتح المكان واشتغل الحمد لله. الترانس المصري يعني من وجهة نظري اللي هو أنطف في الخامة، لأن خامات نحاس أصلي وقوته أقوى، لكن الترانس المستورد هو صيني، كل اللي بيجي صيني، فبيبقى معمول بسلك نحاس، فلما بيتحمل على البورتة مع السخونية بيتحرق على طول. في بقى ناس على حسب بقى الخامة اللي هي حطاها، وعلى حسب ممكن ناس تقعد 3-4 شهور ويتحرق، على حسب اللف اللي جوه. متوسط الأسعار ما بين 30 جنيه، ده الطلب المتوسط، وعلى حسب بقى ايه طلب الزبون، ممكن يطلب حاجة فعلية، حاجة متوسطة، لا الإقبال كويس، بس ده معتمد على التسويق. أنا بدأت أسوق وكده، وعرفتها في الموضوع بيتم، لأن الموضوع ده مهم، وكل بوردة محتاجة ترانس. بطلب من المسؤولين اللي يوفروا لي حتة أرض أبني عليها مكان صغير، مصنع صغير، أساعد الشباب وشغلهم معايا، وأقول لهم أزود إعاقة، يعني بلد بسنة كبيرة.